أجواء مستقرة واختلافات على درجات الحرارة متوقعة من يوم لآخر. التفاصيل في النشرة الأسبوعية بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية من طقس العرب. خلال الأسبوع الحالي لا يتوقع أن نشهد أي ظواهر جوية مميزة في عموم مناطق المملكة باستثناء بعض الاختلافات على درجات الحرارة من يوم لآخر، وأيضا حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية، في حين حالة أخرى ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تؤثر على المنطقة الشمالية الشرقية مع نهاية الأسبوع. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد، حيث تتأثر المنطقة الجنوبية الغربية بأحوال جوية غير مستقرة، تتكاثر كمية من الغيوم الركامية الرعدية فوق المرتفعات الجبلية، في حين تستمر الأجواء مستقرة في باقي مناطق المملكة. يوم الاثنين هناك ارتفاع على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية هذه المرة لتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، تتراجع حالة عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية وتستمر الأجواء مستقرة في باقي المناطق. يوم الثلاثاء تعود الأحوال الجوية الغير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية بشكل محدود مع تشكل بعض الغيوم الركامية الرعدية فوق هذه المناطق، تستمر الأجواء مستقرة في باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة تكون حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. يوم الأربعاء ارتفاع واضح على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى تحديدا والعاصمة الرياض التي ستسجل حوالي 32 درجة مئوية. تستمر الأحوال الجوية الغير مستقرة في المرتفعات الجنوبية الغربية، تنتشر كمية من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في المنطقة الشمالية. يوم الخميس بإذن الله تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في المنطقة الشمالية مع اقتراب لكتلة هوائية باردة من المنطقة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط. ستعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في بعض الأجزاء من منطقة حفر الباطن شمال الشرقية وأيضا شمال منطقة الرياض وأجزاء من منطقة القصيم. يوم الجمعة بإذن الله تعود الأجواء للاستقرار، لكن تعود وتنخفض درجات الحرارة في أجزاء من شمال المنطقة الشرقية وأيضا الحائل والقصيم، في حين تستمر مرتفعة في العاصمة الرياض وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية الغربية، ولكن تستمر أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. إلى هنا تنتهي نشرتنا. أسبوع موفق نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.